بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع أعظم تغيير حدث على وجه الأرض ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما زلنا مع المرحلة المكية وكيف كانت المواجهة بين الباطل وبين حملة راية التغيير. أغلقت مكة وما عاد مستجيب بعد العودة من الطائف، فكانت مدرسة الإسراء والمعراج والتي شرعنا في الحديث عنها في اللقاء الماضي، كانت مدرسة تربوية إيمانية لا نظير لها. أدخل فيها قائد التغيير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأمة من خلفه وله تبع إلى قيام الساعة في هذه المدرسة المباركة لبيان مكانته عند ربه وعند ملائكته وبين إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وللتسلية وللتخفيف عنه مما لاق من قومه ومن أهل الطائف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شرعنا في الحديث عن هذه الرحلة المباركة، فذكرنا بدأت من الحرم أو من دار أم هانئ، وكانت حادثة شق الصدر الثانية، وكيف حشي من الحكمة والإيمان، لأنهما من متطلبات المرحلة، وأن حملة راية التغيير لا غنى لهم عن التزود بالحكمة والإيمان لينجحوا في مواجهة الباطل وترتيب الأولويات في مواجهته. أتي بالبراق وانطلق ووصل إلى المسجد الأقصى المبارك رده الله للمسلمين، ودخل فيه وقلنا بعظيم قدرة الله أحيا له جميع الأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لبيان مكانته بين أخوانه من الأنبياء ومن المرسلين. وعشنا لو تذكرون ونذكر أنه كان بالإمكان أن تكون الرحلة من المسجد الحرام مباشرة أن يعرج به إلى السماوات السبع من ذاك المكان العظيم، لكن انظر في خضم الأحداث وفي تلك الظروف الصعبة والحرجة يسرى به إلى المسجد الأقصى إلى الأرض المباركة لبيان أمر عظيم، وأنت تضطهد الآن ومكة قد أغلقت تماما وما عاد مستجيب،
ملك هذه الأمة سيصل لهذا المكان، بل وسينطلق من هذا المكان إلى العالمية، لأن هذه المحلة وهذا المكان رمز للعلو والارتقاء. نعم، سحب البساط من تحت أقدام بني إسرائيل لما انحرفوا وحرفوا وبدلوا وصنعوا ما صنعوا، وسيصل ملك هذه الأمة الخاتمة إلى هذا المكان. فهذا المكان أمانة في أعناق المسلمين إلى قيام الساعة. نعم، إشارة مهمة وعظيمة، ونحن الآن نطالع الأحداث مرة أخرى لنؤكد على القضية، ونحن نطالع الأخبار المؤلمة المحزنة لما يجري من حوله، وما من يوم إلا ويخطو خطوة إلى الأمام لهدمه ولفعل ما يخططون له وما يمكرون به حول هذا المكان المبارك، بات أن ندندن حول المعنى مرة أخرى على وجه السرعة. اعلموا يا عباد الله أن هذا المسجد، تلك الأرض المباركة، فلسطين بأكملها أمانة في عناق المسلمين. من ساعة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومن ساعة ما عد جيل التغيير بقيادة الصحابة الكرام وأهلوا لفتحه وفتحوه في 15 من الهجرة النبوية المباركة بقيادة عمر رضي الله عنه وارضاه، والذي صاح بها مدوية لأبي عبيدة ولأصحابه: لقد كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أي ما وصلنا لهذا المكان، وما نلنا شرف حمل أمانة هذا المكان إلا بالإسلام، إلا حينما انصبغنا بصبغة الإسلام، إلا حينما استسلمنا وخضعنا وانقدنا للإسلام. صاح بها عمر مدوية في أعماق التاريخ وإلى قيام الساعة لكل من أراد أن يسمع، أن ينصت، أن يتعلم. واستمر مع الأمة ومضت القرون الخيرية الثلاثة، وسلطت الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة العبيدية، فاحتلت مصر وبلاد المغرب العربي وبلاد الشام، وكان ما كان أن أفسدت العقائد والعبادات، ونشرت الشر والفساد، ومزقت الأمة إلى دويلات وممالك غارقة في بحور الأهواء والشهوات. فما كان إلا السنن التي لا تحابي أحد، فليس بين الله وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. سلط على الأمة حملة صليبية شرسة في مليون مقاتل، فصنعت بالمسلمين ما صنعت، وقتلت في المسجد الأقصى وحده وفي ساحته أكثر من 60,000 مسلم ما بين راكع وساجد. سالت الدماء الزكية في طرقات الأقصى، في طرقات القدس الأرض المباركة، ودخلوا إلى المسجد الأقصى فجعلوه اسطبل للخنازير والخيول، ورفعوا عليه الصلبان ودقوا فيه الأجراس، واستمر تحت أيديهم أكثر من 92 سنة، حتى حرره صلاح الدين الأيوبي في يوم مشهود، في يوم عظيم كلكم يعرفه، في يوم عظيم يذكر في صفحات التاريخ لا ينسى أبدا. ولكن هل عاد صلاح الدين بالمسجد الأقصى والأرض المباركة وبفلسطين بالهتافات، بالشعارات، بالشجب، بالإدانة، بالاستنكار؟ هل عاد بمجرد العواطف أم ماذا كانت النتيجة؟ إن الأمر قد أعد من قبل ذلك بكثير، وما صلاح الدين إلا ثمرة من ثمرات رجال عرفوا الطريق لعودة الأقصى. محمود نور الدين زنكي عليه رحمة الله، ولاية صغيرة من ولايات الشام الغارقة في بحور الشهوات والأهواء، ورثها عن أبيه، فقام لله قومه وصحح العقيدة وحكم الشريعة وقضى على المخالفات والمنكرات. نعم، ودعا إلى توبة صادقة ونصوح، وصنع ذاك المنبر العظيم في طرقات بلدته الصغيرة ليذكر الناس أن هذا المنبر سيوضع في المسجد الأقصى شريطة أن نبدأ. فإن حملة التغيير
لابد أن يبدأوا بترسيخ العقيدة وبتحكيم الشريعة وبالأخذ بالأسباب المتاحة، ثم التوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وانطلق بعد أن استقر الأمر له في بلدته وأقبل الناس على دين الله عز وجل، وكانت المساجد هي القائدة الموجهة المحركة، فعل دورها كما ينبغي، فأدت الدور في أكمل صورة، فبثت العقيدة الصحيحة وحكمت الشريعة الغراء، وانضبط الناس جميعا لدين الله عز وجل وانصبغوا بصبغته، فانطلق يحرر البلاد الإسلامية الغارقة في بحور الشهوات والأهواء واحدة والأخرى. ثم وافته المنية، وكان صلاح الدين من قواده الشباب الصغار، فصدر وقدم وانطلق يكمل المسير، يحمل منبر محمود نور الدين زنكي معه حيث كان، يذكر الناس بأنه سيوضع في المسجد الأقصى. كان المنهزمين نفسيا، المحطمين معنويا كحال كثير من المسلمين اليوم، فقدوا الأمل. المسجد الأقصى اسطبل للخنازير وللخيول، الأجراس تدق من فوقه، نعم، والصلبان معلقة على جميع جوانبه، والأمة منكسرة غارقة في بحور الشهوات والأهواء. نعم، ضلت الطريق وانحرفت، ظهرت العصبيات والجاهليات والنعرات القومية والعربية وما شابه ذلك، فكانت الأمة في خور وضعف لا نظير له. وكان هذا هو الواقع المرير الخطير. لكن انظر وتأمل، أكمل صلاح الدين الأيوبي على نفس النمط، على نفس الخطى، أن أعاد تصحيح العقيدة وتحكيم الشريعة والانصباغ بصبغة هذا الدين العظيم، فاستمر حتى أكرم ووفق بعد 92 سنة من تحرير المسجد الأقصى في يوم مشهود عظيم. نعم، ومن ساعتها رفعت، نعم، منه ومن خلاله رايات الجهاد، وانطلقت في طول البلاد عرضها وطولها، وحد فيه الديان ورفع فيه النداء الأذان، وكان منارة للعلم الشرعي، فتخلصت مصر من تلك الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، وتخلصت بلاد الشام منها، وكذا بلاد المغرب العربي. فكان هذا المسجد مع الأمة سنيا طوال، حدث في بعض الفترات أمور بسيطة لكن سرعان ما عاد، ثم عاد وسقط في يد إخوان القردة والخنازير مرة أخرى في 67 في عام النكسة لو تذكرون، حينما سقطت القدس وسقطت الأرض المباركة بتلك الحالة التي كانت عليها الأمة، التي كانت غارقة في بحور القومية والوطنية والشهوات والأهواء والضياع والانحراف والانسلاخ من دين الله عز وجل. نعم، كانت حالة تدمي القلوب، مكن لليهود من إقامة دولتهم الخبيثة في وسط المسلمين، ومن ساعتها وهو يئن تحت هذا الاحتلال وإلى الآن، وما من يوم إلا ويقتربون خطى لتحقيق مآربهم. لكننا نصيح بها مدوية إبراء للذمة من هذا المكان، المكان سيعود سواء هدم أو لم يهدم، سيعود، بل فلسطين بأكملها ستعود، بل نتخطى الأندلس سيعود، ورومية ستفتح، والأمة ستعلو وتنتصر رغم عن أنف الحاقدين والحاسدين والأعداء. لكن بمن؟ بالشجب؟ بالإدانة؟ بالاستنكار؟ بالمظاهرات؟ بالسب؟ باللعن؟ بالشتم؟ بتحريق الأعلام والدمي؟ هل سيعود الأقصى بهذا؟ لا والله لن يعود بهذا، إنما يعود برجال يعرفوا طريق التغيير، ويعرفوا خطى التغيير، ويعرفوا مسار التغيير، ويوقنوا جيدا أن التغيير لابد له من أسس وضوابط، مفادها تصحيح العقيدة وتحكيم الشريعة والأخذ بالأسباب المتاحة والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج منا أن يبدأ كل منا بنفسه،
فأنا وأنت سبب في ضياع الأقصى. قد تقول: وماذا صنعت أنا؟ وماذا فعلت أنا؟ وما الذي كان مني أنا؟ أقول: لا شك أنكم تعلمون كما قلنا في اللقاء الماضي أن هؤلاء ما سلطوا علينا لخيريتهم، فهم من أحط البشر كما تعلمون. لما لا قد استحقوا من الله الغضب والسخط واللعن، نعم والطرد والإبعاد، نعم تكلم عنهم القرآن ووصفهم وبين حالهم. ونحن خير أمة أخرجت للناس، لماذا سلطوا علينا؟ بذنوبنا ومعاصينا. كما سقط الأقصى في كل مرة بسبب ذنوب الأمة ومعاصيها، سقط هذه المرة بذنوبها ومعاصيها، وكلنا مشارك من قريب أو من بعيد. إذن الدور أن أبدأ بنفسي أولا، أن أتوب إلى الله تبارك وتعالى وأرجع إليه، وأن أستسلم وأخضع له ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن أصحح عقيدتي لأنها طاقتي، لأنها قوتي، لأنها هي التي ستدفعني لأداء دوري كما ينبغي في هذا الطريق، لأغير وأحدث التغيير ولأغير بي ومن خلالي. من غير عقيدة راسخة في قلبي كيف أثبت؟ كيف أضحي؟ كيف أبذل؟ كيف أؤدي دوري في قيادة نفسي أولا وضبطها وإلجامها؟ ثم كيف أؤدي دوري في أسرتي لزوجتي وأبنائي وأرحامي وجيراني وأصدقائي ومجتمعي؟ كيف إن لم يكن عندي عقيدة تضبطني وشريعة تحكمني؟ لا أتحاكم إلا إليها، ولا أرضى إلا بها، ولا أسلم إلا لها. أين نحن من هذا المعنى؟ ابدأ بنفسك، أنت سبب في ضياع الأقصى، بل سبب في تأخير عودة الأقصى. اتق الله في نفسك وفي أمتك وفي مقدساتك التي ستسأل عنها يوم لقي المولى عز وجل. والذي نفسي بيده، كلكم سيسأل عن الأقصى، كلكم سيحاسب عن الأقصى، لأننا جميعا شاركنا من قريب أو من بعيد. نحتاج إلى ثورة، ثورة عارمة على أنفسنا، نبدأ بإصلاحها وتهذيبها وإعدادها وتربيتها لتؤدي دورها كما ينبغي في عودة الأقصى الأسير. نحتاج إلى أن نتصارح ولأن نبدأ، لا نسوف ولا نؤجل، فالأيام تجري والعمر ينقضي والأمر في منتهى الخطورة. فاتقوا الله عباد الله، واشرعوا من الآن في العزم على البداية بأنفسكم. ثم أقول لكم: من لم يشرع ويبدأ ويعقد العزم على هذا، لا شك أنه مغيب، لا شك أنه مستبعد، لا شك أنه سيستبدل، لا شك أنه سيندم، لأن المستبعد المستبدل سيؤتى بغيره ليؤدي دوره كما ينبغي، وسيعود الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لو هدموه سيجدد ويعود. لا أقول هذا تحبيطا ولا تثبيطا، ولكن أقول أن القضية ليست في جدران ولا في أسقف، بل في معاني إيمانية وعقيدة راسخة في القلوب. أن الأقصى كما هدم في مرات أخر مضت بسبب غياب الأمة عن دينها، قد يجري له هذا، لكن العبرة أن يكون عندنا يقين أنه سيعود إذا عدنا إلى الله تبارك وتعالى، وإذا أدينا الدور كما ينبغي. هذه صيحة تحذير من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، الأقصى أمانة في أعناقكم جميعا، تحدثوا عنه مع أنفسكم وما هو دوركم، تحدثوا عنه في بيوتكم وما هو دور الصغير والكبير، النساء والرجال. الكل لابد أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، والكل لابد أن يزعل لشريعة الله تبارك وتعالى، والكل لابد أن يتعرف على طبيعة هذا الطريق وعلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، لأن الأمر جد خطير. أيها المسلمون عباد الله، أكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يرده لنا سالما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى تلك الرحلة المباركة
التي ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي هي مدرسة للأمة تتربى فيها، وإلى قيام الساعة كيف تحقق الثبات في وجه الباطل لتحقق التغيير الذي به بعث نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنا وقفة مهمة، عيد الأم كما يسمونه في الأيام القليلة القادمة، وهذا من الشطحات التي أدت إلى ضياع الأقصى وغيره. قد تقول: وما دخل هذا بذاك؟ نحن كما تعلمون معاشر المسلمين ليس لنا في ديننا أعياد غير الأضحى والفطر والجمعة على بعض الأقوال، ولسنا بالذين يقلدون غيرهم، فنحن نعرف من خلال ديننا ما لأمهاتنا من مكانة عظيمة في شريعتنا الغراء، كيف أولت الأمة الاهتمام الأعظم الأمثل، فجعلت لها مكانة عظيمة تفوق مكانة الأب مع أن له مكانه أيضا، كما في الحديث: من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الشريعة جعلت الأم مكانة عظيمة لا شك أنها راسخة في قلوب المسلمين، تؤدي إلى البر والإحسان في كل اللحظات وحتى الممات. نعم، بل وبعد الممات الإسلام جعل للأم مكانة بعد موتها أيضا، بمواصلة العطاء والبر بها بعد موتها، ببر أصحابها وبالدعاء لها وبالاستغفار لها. الإسلام جعل للأم مكانة في الليل وفي النهار، نعم، في السفر وفي الحضر، في الصحة والمرض، في كل الأحوال الأم مقدمة موقرة. نعم، لكننا نقلد غيرنا من غير المسلمين فنجعل لها يوما واحدا كعيد لها في السنة، بهدية باهتة، باحتفالية باهتة، ونكتفي بهذا. إن أولئك لعقوقهم جعلوا لها عيدا مرة في السنة، لكونهم قدموا عليها الزوجة والأبناء والمصالح جعلوا لها يوما واحدا في السنة. نحن نقول: لا لا لا، هذا لا يليق بديننا أبدا. فالأم عندنا مكرمة كما قلنا وحتى آخر الأنفاس بالنسبة لك، سواء كانت حية أو ميتة، هذا الذي يأمرك به الإسلام. أما أن تجري وراء الغرب والشرق وتشارك في مثل هذه الأمور فهذا دليل على شعورك بالتقصير، وأنك لم تؤدي الدور الذي ينبغي لها عليك. فانظروا عباد الله في هذه القضية، هذه الإشارة التربوية وإن كانت بسيطة في نظر الناس، غير أنها من سبل الإصلاح والتغيير. فحينما نعود نؤدي البر والإحسان لأمهاتنا على نحو صحيح سنفوز بدعوات مباركات مفادها أنها تؤدي إلى التوفيق والسداد والرشاد، نعم، وحصول البركات. أين نحن من هذه المعاني الطيبة المباركة؟ إياك إياك أن تقلد على غير هدى، إياك إياك أن تقلد على عمى، إياك إياك أن تنخدع مثل هذه الشعارات. فأمك أعظم من أن تكرم في يوم في السنة، أنت مقصر لو فعلت ذلك، أنت لا تعلم ما في شريعتك من التوقير والتقدير لأمك لو فعلت ذلك. فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك، ولا تقلد غيرك لا من شرق ولا من غرب، هذه أمور دخيلة علينا كمسلمين، ليست من ديننا في شيء، إنها من البدع المحدثة المنكرة. لكننا نقول لك: قدم لها الهدية في كل وقت، نعم، وبأي صورة كانت، عبر عن حبك وامتنانك واعترافك بجميلها وبفضلها وبعظيم دورها كسبب في وجودك في هذه الدنيا. هذا لا ينقطع أبدا، لا في حياتها ولا بعد موتها حتى تموت أنت، بل توصي بنيك أن يواصلوا المسير على هذا الدرب، لأنك تعرف عظمة هذا المعنى، وأنك لو أديته لها لأدي لك من بنيك، لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. فاحذر أن تحسن إليها مرة في السنة
فتعامل بنفس هذا المعنى من بنيك، فتهمل وتهمش وتغيب طوال السنة، وتكرم في يوم من السنة بابتسامة باهتة بهدية لا تساوي شيء، لكنها من الأمور التي نقنع بها أنفسنا أننا قدمنا شيء أو فعلنا شيء. لا، اتقوا الله عباد الله، وأدوا للأمهات ما لهن من حقوق شرعت هذه الشريعة الغراء، حتى تكتمل الصورة، وحتى ننعم بالوئام والوفاق والدعوات المباركات الصالحات التي سبب من أسباب النصر والعز والتمكين. ثانيا، مات اليوم علم من أعلام الدعوة في هذه البلدة، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنعي إليكم وفاة الشيخ سمود حمد عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي له أثر عظيم ومكان عظيم في الدعوة الله تبارك وتعالى، فقد بذل وقدم وشارك في الدعوة الله عز وجل، حتى كان هذا المرض الذي أقعده والذي مات على إثره قبيل أذان الجمعة بقليل، وهذا من علامات حسن الخاتمة التي ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته. ومن باب الأمانة للرجل علينا فضل، والرجل علينا جميعا جميل، ندعو من هذا المكان فأمنوا: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم إن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته، اللهم إن كان محسنا زيد في إحسانه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. ستشيع الجنازة بإذن الله تبارك وتعالى على صلاة العصر بمسجد الهدى، مسجد الهدي الإسلامي بالمقابر، فلتحرصوا على الحضور لتشييعه وتوديعه والدعاء له. جزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل لنا دورا في عودة المسجد الأقصى، اللهم اجعل لنا دورا في عودة المسجد الأقصى، اللهم استعملنا في عودته يا رب العالمين، اللهم استعملنا في عودته يا أرحم الراحمين، اللهم نجه من أيدي إخوان القردة والخنازير، اللهم نجه وسلمه من أيدي إخوان القردة والخنازير، اللهم أصلح أحوال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، وعبنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.